تصفيات كاس العالم او نهائيات كاس العالم. اضطروا الاخوان الى انشاء هذه الفعاليه اللي ارى الحمد لله ان في عليها استقطاب من النشا. فعاليه استاد الدوحه الرياضي هي عباره عن ثلاث مرافق، منها الشاشه الرئيسيه اللي تنقل نهائيات كاس العالم، وجود عليها ما شاء الله اقبال طبعا من المباراه الاولى للمباراه الاخيره، وكذلك وجود ملعب الرمل في عليه اقبال كذلك من النشا. هدفنا الاساسي هو استمتاع العائلات وكذلك مع النشا الاولاد، خصوصا المكان فيه نوع من الامان، والاقبال هذا ما شاء الله يجي على رغم وجود مباريات كاس العالم وعلى رغم وجود فعاليات كثيره في حول الملاعب العالميه، لان كذلك يوجد جمهور في درب الساعي وكذلك يوجد جمهور في استاد الدوحه.